اهلا بكم مشاهدينا من جديد. مين فينا ما يحب الايموجيز في كل وسائل التواصل يعني الاجتماعي؟ نحب الايموجيز، الاشكال، اللون الاصفر، الابتسامات، يعني هذه كلها من الاشياء الان متداول لها كم سنه بالتعبيرات المختلفه. منصور العجمي مختص السوشيال ميديا، مساء الفل. اهلا اهلا. اي وجه تستخدم من الايموجيز؟ انا استخدم وجه القمر الاسود. ليش؟ عشان افهم قصدي. هذا اللي دائما استخدم لما اتكلم مع الشباب الحاج في الجروبات اللي عندي شيء زي كذا، يعني احط تلميح حاجه زي كذا واقول له افهم قصدي يعني. حلوه، هي تعبر عن الناس. هي الايموجيز لانه بشكل عام في التواصل الاجتماعي او خلال التكستينج ولا التويتر الحاجة زي كذا، احيانا الكلام ما يدل وش تبغى من رسالتك. يعني بعطيك مثال، مثلا لو فرضا انك طحت ولا حطيت على اي ايموجي ولا شيء، اغلبكم يقول سلامات، صار لك شيء، حاجه زي كذا. بس لو حط فرضا قلت طحت، حطيت جنبها ابتسامه وضحكه، يعني صار في موقف ضاح طحت ومدري ايش، موقف طريف ولا في شيء صار لي. بس اذا مثلا طحت حطيت وجه متالم ومدري ايش، معني صار لي اصابه حاجه زي كذا، فالايموجي توصل رساله اسرع. نعم. طيب من هالتقرير احنا كمان يعني سيدات ومنصور ومن المشاهدين تابع، هل الايموجي تعبر او ما تعبر؟ زعلان، متضايق، حزين، فارض ضحك، بكل الحالات افتقدنا التعابير اللي على ملامحنا وعوضناها بالأوجه التعبيرية اللي في الجوال. بموت ضحك وبموت من البكاء، نقول لك ما على قلبك خوف من الموت، لأن أنت من ورا الشاشة ما حركت ساكن وتلعب على نفسك بأنك تعيش هالمشاعر، لكن في الواقع أنت عشت بداخل أيقونة جهاز. المشكلة صايرين نستخدمها بكل وقت وبكل حالة، لدرجة نسينا أن في أوقات وأماكن ما ينفع نحطها فيها. طلعت دراسة جديدة تقول أن استخدام الوجوه التعبيرية في رسائل العمل راح تقلل من مهنية الموظف. أنا عن نفسي انصدمت من الدراسة، طول عمري أستخدمها توقعت أني فيها قاعدة أحسن علاقتي مع الإدارة، لكن الموضوع طلع مختلف وينقلب علينا. إيش صحة الدراسة والمعلومة نفسها؟ كيف نتدارك أخطائنا؟ أسئلة ننتظر إجابتها. طيب بصراحة دراسة مرة غريبة، يعني من جد أنا كمان توقعت إني ممكن أحسن علاقتي مع الأشخاص مش بس مع إدارتي أو أحد في الشغل. كيف إنه ممكن الإيموجيز قاعدة تأثر في علاقتي مع الناس اللي حوالي؟ برأيي الشخصي هي ما لها تأثير مع علاقتك مع الناس اللي حولك. ممكن الموضوع اللي ذكروه هي تعبيرية أكثر. أنا قاعدة أعبر لك، أنا مبسوطة إن زعلت، أنا ضحكت. أيوة اي ما تقلل علاقتك، بس الموضوع اللي ذكرنا فيه الموضوع اللي هو المهنيه، انه استخدام الايموجيز في الاشياء المهنيه، العمل، الدوام. قد ارسلت لمديرك وجه؟ لا. ممكن لو مره تبغى ترسل، ممكن ترسل مثلا ورده، بوكيه ورد، انه شكرا ورده. يعني يمكن هذه اكثر حاجه ممكن لو ابغى اتعامل فيها مع مديري او مع مثلا مرؤوسي في الشغل، هذه مجامله عاد غزل. شكرا ورده، شكرا وبوكيه ورد، اكيد يعني. بس هذه مو في الايميل مثلا، يكون متكركر من الضحك يعني. لا مو في الايميل، في الواتساب اذا تبغى تستاذن بطلع تعبانه تاخر. حتى في الواتساب احس انه مثلا علاقتك مع مديرك او الاداره في مثلا في دوامك او الشغل في العاده لازم تكون مهنيه، الا اذا كان استنى الحياه سهله، الا اذا كان مديرك صاحبك تكتب شيء ثاني. لازم تكتب له خطاب وعقد مثلا، يعني قبل فتره عيد الاضحى، كل عام وانتم بخير مثلا ارسلت، وانه مثلا بوكيه ورد، يعني فانه تحسن حاجه. هذه اربع كلمات، لو كنت برسل بوكيه ورد خلاص انتهينا. هاي جايز، عيد اضحى ورد. طب ورده واحده ممكن خروف زي كذا في الاضحى، يحط الخروف انت عشان ما حد يفهمك غلط، حط الخروف عشان ما حد يفهمنا غلط. خروف حق عيد الاضحى، هابي عيد مثلا، انه عيد اضحى مبارك وخروف. ترى انا سيريس معاكم. واحد يستخدم مثلا، انا مره استخدم الوجه اللي بيضحك مره طول الوقت، بس اكون من جد بضحك صراحه، بس اللي عليك يشبهك كذا فضحتني على الهواء. بس ايش يعني، في يكون شخصيه معينه لدى الشخص اللي يستخدم ده؟ بس انت تستخدم القمر؟ في دراسه تقول انه استخدام الايموجيز في السوشيال ميديا بشكل عام تدل على شخصيات مختلفه. انت تستخدم القمر صح؟ يعني معناته لك جانب مظلم تقريبا. تحليل نفسي. ايش هي الشخصيات المختلفه اللي ممكن تشوفها؟ مثلا للشخص اللي يستخدم القلب المكسور كثير، هذا حزين، المعده حقتنا دائما القلب مكسور، يضغط العنان، يحاول يتقرب من غيره ويستعطف غيره، فهذا واحد من الاشياء. مثلا حبيبتي وداد، والله اي ممكن الاشياء هذه. انا دائما استخدم هذا الفيس اللي كذا، اديك النظره ذي اللي على جنب.
يعني ايه النظرة اللي على الجنب يعني ترى قفطتك انت مع نفسك او قفطتك انا الفيس اللي يبتسم بس الابتسامة اللي هي كده عرفت الابتسامة تسلكية هو بالابتسامة يسلك شفتي شفتي مين اللي بيسلك تعطي اللي بتسلك في الاخر هو طيب منصور ايش الاكثر تداولا يعني اللي تشوف ان الناس بالفعل عليه هيتس كثير نفس هذا الفيس لان الحين صار على الكيك على تي شيرتس على نظارات على الكاب افري وير اللي تلاقيه هذول حتى مخدات حتى في موفي ايموجي دحين في موفي يا شفتي الايموجيز نزل له موفي في الايموجيز الاكثر استخدام اتوقع اللي حاليا نشوفه اللي وجه ضاحك على جنب كذا طايح اتوقع ان شفته وجهه فاضي 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 الضحك وفي الوجه الثاني الناس تحب الضحك فاكثرهم اتوقع اكثر استخدام هذه بتكون الاثنين في مثلا الوجه مبتسم العادي اللي كل الناس تكرهه تحس ان واحد يرسل لك انه ليش زعلان مني بس كذا مرسله او في الوجه اللي كذا اللي هو علامه تعجب انه انت ايش بتقول برضو هذا حلو يعني سيريسلي ايوه من جد بتقول في وحده انا اعرفها تستخدم الاكثر هذا اللي زي الجوست كذا اللي لونه ابيض من الايموجيز عرفتها الانجل اللي عليه الشبح والله ما ادري هذا ما وصلت اني قرأت عنه هذا الشبح بشكل عام ممكن تحب الافلام من الرعب الحقيقي كذا ما ادري او الاستهبال مثلا ممكن طب هو انت شايف انه هذه الايموجيز لما اجي انا اتواصل مع ادارتي في العمل مهنيا من ناحيه مهنيه هذه الدراسه وضحت انه اتس نوت بروفيشنال شيء مش مهني وايش كمان؟ احنا اللي قلنا انها غير مهنيه وتقلل من علاقتك مع الاشخاص الثانيين بس الدراسه تتكلم عن مهنيا فدراسة انه دائما علاقتك مع العمل تكون مهنية أكثر. اكثر بس هذه في البدايات يعني احنا كثير اشياء في السابق ما كانت تقبل مهنيا او كبروفيشنال زين يعني. الان صاروا يعدونها يعني في اداره الموضوع وش علاقتك مع مديرك صح يعني او علاقتك بالاداره يعني ممكن تختلف من شخص لشخص من الاداره ممكن الاداره تتقبل الاشياء او اداره مره في العمر يعني شباب شيء زي كذا او بينهم مصحى يعني زي ما تقول صارت صحابه في الاداره أيوة وقتها ممكن يتقبلون ايوه ممكن يعني يتقبلون ايوه بعد فتره انت مثلا انت تصير خلاص من جد اخوان شغالين في منشاه واحده عادي ممكن مثلا يبعت لك انه كل سنه وانت طيب بمناسبه العيد بوكي ورد او ورده انا على فكره انا ترى جدا اقدر حكايه الورده دي مره مهمه بالنسبه لي لو واحد بيبعت لي ابعثوا لي اي كلمه جنبها ورده بليز طيب اوكي خلاص عندنا على الشاشه تطلع صور ايوه وكل واحد يخمن فيكم ايش هو الايموجي يلا يلا خمن الجمله يلا ضربني وبكى سبقني واشتكى ياهو برافو عليك ما شاء الله ما شاء الله جابتها اللي بعده حس ما راح يمدينا اللي يده في المويه وزي يده في النار تخوف تخوف غزت 2 بوينتس القرش احنا عمرنا غاليه بالضبط اوكي اثنين غاليه واحد ما شاء الله عليك بالامثال يلا هلا نجاوب منصور منصور يلا النوم سلطان النوم سلطان النوم سلطان قايلها مش عرفت يلا ايمان دورك والله ماني في الامثال كثير على وقتك يا سيف انت طاقتك صح ايمان ايد واحده ما تصفق برافو عليك ممكن تصفق الايد الواحده ممكن تصفق عصور وليد ممكن تصفق على الخد تطلع صوت اعلى خلوا مصوري خمدين عصفور في اليد خير من اشفال الشجرة هذه لا عصفور هذه قلنا خير من اشفال الشجرة اتوقع انا واخوي على ولد عمي وانا ولد عمي على الغريب قاعد اتذكرها بس الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح انت مو مطيع الصوت انت بتلعب اللعبه هذه في البيت لا هي شكلها كاتبتها لا يا جماعه هي اللي كاتبتها واضح انه لا مش هي اللي كاتبتها والله انا حاسه في نشفنا شويه يا جماعه يا جماعه يعني هذه تاثيرات ان ام باب الله يرحمها فسوري يعني الامثال متداوله عندي ايش هذا ابل داون؟ هي ما حرد ولا حتكلم عرفتها صانك حصانك انسنتو صانك صح. لا لا والله ايش ذا هاي دحين خمن اسم المسلسل من الايموجي اللي نشوفه هذه مسلسلات عربية خمن اسم المسلسل مشاهدينا من الايموجي اللي راح نشوفها هذا سيلفي صح هاي غزة داري وهذا مسلسل او فيلم طباخ الرئيس اوكي لا والله
بس نفسه يمشي. طباخ الوزير الملك. باب الحارة اللي بعده، باب الحارة اللي بعده أكيد باب الحارة. وش طباخ الرئيس ولا طباخ السلطان؟ في مسلسل كذا اللي بعده باب الحارة. ما عرفت. إيه في باب الحارة. أنا وياكي ساكتين غالية عشان مالنا في المسلسلات العربية شكلنا. أبدا. طيب الفرن أوكي باب الحارة. طيب باب الحارة. عرفنا الأمثال. هاي غالية 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 غالية. مالها في المسلسلات غالية. عايزة أتجوز. عايزة أتجوز. برافو إيمان. أنت صبري أنا لذيذة أنت صبري. أم البنات. أوكي. أم البنات. هذا إيش؟ هاي مشهور. قبل منيرة. لا. لا. ست قماشة. خالتي خالتي قماشة. خالتي خالتي قماشة. وين خالتي قماشة؟ طريق المعلمات. طريق المعلمات هذا الأسبوع الجاي طريقهم صعب زحمة. بدأوا اليوم. طريقهم طويل الأسبوع الجاي. يومات. إيش رأيك منصور؟ نكمل اللعبة. شكلك حبيت اللعبة ترى. حلوة اللعبة والله. والله نكمل يعني. مشكلة لا الأمثال ولا المسلسلات كنت تعجبني. مالك في الاثنين؟ مو بهذه الدرجة. ايش تلعب في السوشيال ميديا أكثر شيء؟ ألعب في السوشيال ميديا؟ يا؟ yeah. لا ما ألعب في السوشيال ميديا. أكثر جيمز تلعبها يعني؟ في الآن كلهم طايحين في رودستار. يلعبون رودستار وأنا لسه على كلاش رويال ما تغيرت. فيها تحدي. أوكي. أخوي الصغير يلعبها. أخوي الصغير يلعبها فبلعب معه. هذه اللعبة اللي يصير أنا ما ألعبها صراحة ما أعرف فيها، ولكن ولدي أحيانا يلعب أونلاين مع أحد ثاني مدري وين ومسوي نتورك كبير بينه وبين الكازنز. سهلة يعني ولا تقرب بينهم ولا تبعد بينهم؟ تقرب بينهم. اللي صار ليش الحين في يعني أوكي صار عنده زي جروب يعني أنا وبينه وبين الشباب عندنا زي جروب في الواتساب في البرامج الثانية نتكلم فيه ونلعب ومثلا حد وقت نلعب فيه ندخل مع بعض فتقينا يعني ما تلعبون بلوت صرتم تلعبون في الاونلاين بالضبط. طب كمان في السناب شات لو لاحظتوا في الفترة الأخيرة انه صرتي تقدري تعملي شخصيتك انت بتموجك اي بانه انت زعلانه انه انت مبسوطه انه انت تعبانه انه انت بتبكي تغيري ملابس تغيري ملابسك تغيري قصير شعرك على كيفك. طب البتموج الشخصية اللي عاملينها في السناب تشبه لكم؟ ايوه عاملة بتمشي مرة فيري كاركتر يعني لا نفسي شعري بينك بلحية وتي شيرت جوس باسترز يعني يعرفونك على طول اصحابك انا منصور مشارك الحين بالضبط هم لو شافونا انا نفس الشخصية وحتى لابسة نظارة يعني طبعا انا مرة تشبه لي يعني طيب طبعا منصور احنا لسه عندنا سوالف البتموجيز والموجيز واللي قاعد يحصل الحين في السوشيال ميديا ولكن فاصل قصير ونعود. رجعنا ونكمل نقاشنا في نفس الموضوع مع منصور. منصور انا ابغى استفسر من حاجه دحين لما تيجي ترسل وتكلم احد ما يجي مثلا او بنات ما حد يجي مثلا يقول لكم انت معصبه ليش تعصبوا انت منك معصبه قاعده تكلمي عادي فالفيسز مو شويه تخفف من الموضوع ده يعني مثلا انا لما ارسل لمديري سمايل او قلب مثلا او شيء ارسل له قلب ازرق اصفر ما ارسل له قلب احمر ليش ما ترسل له قلب احمر ارسل مديري قلب احمر والله يفهمني غلط قد ما هو هيعرف اني كذابه على فكره انا مديري منصور المتلقي في الطرف الثاني يفهم على الناس ايش هو شعوره بالضبط في العادي اذا ارسلت او هي تفاهم بين الطرفين لما يكون يعني لازم يكون الطرف الثاني يعرفك كويس شوفوا يعرفني كويس غير كذا زي ما قلت الايموجيز في استخدام تلطف الجو أيوة. عشان كمان استخدمها مهني بس في بعضها بس مفهومه اغلبها بعضها لا ما تعرف هذه ايش طيب ايش يبغى الحين اغلبها مفهوم بس في بعض الاشياء اللي ذكر بعضها ذكرناها ما منها قصه يعني اوكي في الاستخدام الشائع مثلا زي استخدام القلب استخدام الورده البوكيه الابتسامه الضحك بعض الاشياء كلها اللي انا لو ارسلها اي شخص بيفهمها على طول يعني بس مثلا بعطيك موقف مره مضحك ثم بحط لك مثلا وجه يضحك وجنبه قلب مكسور ايش معناه فرضا
أهبل لا يعني بالغلط أنا على طول أخذها بالغلط بالغلط إنه يعني غلطت وأنت بترسل لا ممكن تصير إنه أنا فجأة غلطت يعني صح؟ يعني إني قاعد تضحك لين خلاص مت من الضحك مت من الضحك قلبي نفع من الضحك لا أنت برا أنت برا شاطر ترى قلبي الصغير لا يحتمل بالضبط فبعض الإيموجيز تلطف من الكلام وتخلي الرسالة توصل لأني كثير من الكلام إلى الحين لو أتكلم وأنا أضحك ومبتسم تفهم إني مبسوط صح؟ أنا ما أدري أنا أحس في الأخير إنه المدير بيجي شوية يعني في أسلوب لازم أتكلم فيه معاه حتى الفيسات اللي أحطها يعني مثلا ما هقدر أقول له إنه معلش أنا متأخر شوي هابي فيس حاجة تلطش عموما عشان نتكلم في هذا الموضوع لو تسمح لي منصور معنا خبيرة الإتيكيت لينا حمامي لينا مساء الخير يا لينا مساء الخير وكل عام وانتم بخير وانت بخير وحشنا الاتيكيت العالم كلها تحب عادة التعامل بالاتيكيت هل تشوفين انت الايموجيز تلعبين في الايموجيز احيانا لينا والله في الحد الادنى لانه مثل ما تفضلت وانا متابعه معاكم ومستمتعه جدا بالموضوع وبالحوار بيناتكم كم مثل عرفتي من الامثال انا عرفت مثل والله ما كثير تابعت انا بس يعني هذا ما حاولت أعرفها بس لازم إحنا نميز ما بين نوعين من العلاقات والتواصل في مستويات عدة عندنا مثلا العلاقات الرسمية وعندنا العلاقات الصداقات والأقارب والعدم الكلفة زي ما لذلك لازم نكون حذرين جدا في العلاقات الرسمية اتفضلت وتكلمت عن المدير وعن الزملاء وعن هذا هنا لازم نكون جدا حذرين في هالناحية هي لينا أنا قبل شوية كنت أسأل منصور والزملاء أنه كيف أنا أقدر أرسل رسالة لمديري بدون ما أغلط فيها بشيء يعني مثلا غزل بترسل بوكيهات ورد أحب بوكيهات الورد مع المدير مع المدير مش المفروض أبدا أننا نرسل أي إيموجي هذا من جانب الإتيكيت من ناحية الإتيكيت هذا وعشان نعمل حساب خط رجعة وعشان نحسب حساب أنه الموضوع هنا لازم نعتمد ونأكد على نقطتين نقطة أيوة. الموضوع ونقطة مستوى العلاقة ونوعية العلاقة عشان هذا الشخص قد يكون في مزاج سيء أو غير مستعد في لحظتها لتقبل أي دعابة ففي الحالة هذه الكلام لما بيكون مباشر ودقيق بيكون أفضل حتى وإن كان مختصر طب إيش هي الرسالة دكتورة يعني معلش فهميني بالضبط أنا دحين لما أجي أرسل رسالة مديري إيش ممكن أكتب يعني في إيش تنحصر رسالتي رسالتك حسب الموضوع اللي انت عم تتكلمي عنه يعني انت اكيد ما حتتراسلي مع مديرك الا في موضوع جاد او موضوع مهم حتى اذا معايده او شيء لانه قبل لا شويه كنا بنقول حتى اذا نبغى نعايد او كذا المعايدات بتنعمل بشكل رسمي هذه بنرسلها احنا للعلاقات الرسميه حتى ولو كان مديرك بالاخير هو مدير هو رئيس هو سينيور عندك لما بتكون في عدم كلفة لازم نتذكر دائما انه احنا في دولة عربية لسه ما وصلنا لمستوى اللي نرفع فيه التكلفة مثلا ان كان بامريكا اللي ممكن يخاطبوا بعضهم ممكن يطلعوا مع بعضهم يتغدوا ويتعشوا لا احنا خاصة اذا كانت بين سيدات ورجال صح؟ حتى وان كانت حتى وان كانت انا ما اتكلم هنا على الاختلاط ولا وعدة هنا نتكلم عن لا لا لينا انا اقصد اذا كانت الرسالة موجهة اذا كانت الرسالة موجهة من سيدة موظفة الى مديرها رجل حتكون اصعب بكثير ما تكون بين سيدتين ممكن تفهم غلط تماما في بعض الاحيان تماما لذلك لا نستخدم الايموجي الا في الحد الادنى جدا يعني وردة ممكن ابتسامة ممكن اما اكثر من كده يفضل لا طب ايش الايموجي اللي تقدر تستخدمها السيدة لو تبغى ترسل معايدة لمديرها مثلا اذا كان رجل تكتب معايدة في إلها أصول في المعايدة وتحط اسمها تحت بدون إيموجي يعني ممنوع الإيموجي ليه مصرين تستخدموها ورد طب وردة وردة لأنها الآن سريعة هي الأكثر زادة جنينة ورد لازم تستخدمها وردة طب وردة واحدة ما تنفع حطي وردة ولا تزعلي أوكي شكرا خلينا في الحد بس غزل يعني مشاهدينا بس غزل تحط بوكي ورد أو وردة رجال أنتم لا تستخدموا الورد في
علاقاتكم المهنية مع لينا؟ طبعا على مستوى الأسرة والعائلة والعلاقات الاجتماعية بعيدا عن المهن، كيف أنت تشوفين استخدام الإيموجيز؟ برضو أنا أؤكد على موضوع الحساسية ونوعية العلاقة مع أقرب الناس إليك، وحسب الموضوع وحسب مزاج الشخص لازم تراعي ظرف الشخص وتتحسسي من خلال كلامه أو من خلال طرحه لأي فكرة، أو ممكن هو الطريقة اللي عم بيقدم لك فيها وبيقول لك صباح الخير ممكن تكون طريقة جادة، أو ممكن تكون فيها نوع من التودد، نوع من يعني التحبب، فبالتالي ردودك أنت حتكون على نفس المستوى ونفس الدرجة ونفس الخط. لا تحاول الشخص أنه إذا كان الـ الشخص عم يتواصل معه إذا كان في حالة مزاجية معينة لا يحاول يخفف دم أبداً. كيف حنقرأ أحلى مزاجيته من وراء التليفون يعني موجز؟ عشان كده أنه هذه الوسائل الاتصال التواصل الاجتماعي ترى خطيرة جداً على العلاقات الإنسانية، لأنه الإنسان غالباً أنه نختصر، نحن في نختصر بالكلام، نختصر في الكلمات، نختصر بالهدف، وغالي وكثير أحياناً توصل الرسالة ناقصة أو غير مفهومة. أيوة. أو فبالتالي لما بتزيدي عليها انت ايموجي اللي هو ممكن يكون هو الشخص غير فاهمه، لانه بتلاحظي بتفتحي صفحه الايموجي بيطلع لك اشكال غريبه كل الاشكال موجوده، ما تعرفي ايش القصد منها. والله حلوين يا لينا، والله حلوين، انت كمان غامري دحين إيه لو ما ترسل إيموجي، لو أنت بتتكلمي مع أصدقائك لو ما رسلتي إيموجي يحسوكي زعلانة صح؟ يعني يقولوا إيش بك ما رسلتي وجبة يضحك. هلأ هنا بتقولي أصحابي صديقاتي صحباتي أصحابي، معلش أنا ما بتكلمش أبدا على هالمستوى. أيوة. هذا لأنه إحنا يعني جاوزنا عدم الكلفة والوناسة وهالأمور هذه، لا إحنا ما عم بتكلم، أنا عم بتكلم على في المستوى اللي فيه حساسية يعني شوي زايدة. منصور تعليقك على لينا معانا منصور خبير في السوشيال ميديا وكمان يستخدم الايموجيز كثير. طبعا انا ما اتوقع في احد الايام هاي ما يستخدم الايموجيز يعني بشكل لينا شكلها لينا ما تستخدم الايموجيز ابدا صح؟ لا استخدمها الحين تعيدوا لنا، ولكن لا استخدمها مع مديري حتما، ولا استخدمها مع اشخاص يعني انا اتى يعني طب لو مديرك استخدم انا مديري رجل وعلاقتنا من احلى ما يكون. طب اذا ارسل يعني اذا هو ارسل لك بوكيه ورد لينا برسل له ورده واحده يعني انتم عارف موضوع الورد يا جماعه يعني في حساب رياضيات لو بوكيه ورد. طب لو ارسل لك ورد لو وصلك انت بوكيه ورد مثلا ايش ممكن رده فعلك من وحده تشتغل معك او وحده زميله او تفهمها غلط؟ لا منصور لا طبعا بوكيه ورد لا ورده واحده طيب ورده واحده عادي عادي بوكيه لا في شيء غلط يعني صارت هي يمكن كمان جيل الشباب اكثر اذا سمحتي لينا متداول الايموجيز صح؟ صح تماما وانا استخدمها زي ما قلت لكم ولكن في الحدود الدنيا ومع اشخاص اللي انا عارفه انهم سيحسنوا فهمها وظنها. نعم لانه انا نفسي مش كل الايموجيات انا فاهمه ايش قصه، ففي اشكال محدده نستخدمها وخلاص. نعم لينا حمامي خبيره الاتيكيت شكرا على وجودك معنا. شكرا لينا. في تفسيرات احيانا يطلع لك معنى الوجه هذا ايش بالضبط، في اكيد تفسيرات سي بي ولا مدري ايش، بعضها سهله وشائعه بس بعضها ما تدري ايش هي. يعني مثلا اذا انت مثلا مستغرب وحطيت فيس انه انت مستغرب عرفتي هذا اللي كذا نسوي ممكن ينفهم انه ايش فيه يعني ليش كيف تتكلم او في فيسات بتتفهم غلط بس في سياق الحديث طبعا ممكن بالضبط اللي سياق الحديث طبيعة الشخصية اللي بتكلمها الشخصية مثلا شخص أول مرة تكلم معه أو يعني تعرفت عليه من جديد شيء زي كذا ورسل لي ايموجي مو متعود عليه أو ايموجي ما يستخدمه بس هو ليه معنى معين نطيح ميانة بالضبط هو ذا استخدم انا ما راح اعرفه في البداية لأنه كل شخصية لها أنماط شخصية مختلفة وكل واحد له ايموجي يستخدم مختلف، يعني ممكن شخصين في الحياة اللي الحين عرفتهم يستخدم بوكيه ورده وورده
أنا كمان شخصين. يعني أنا ما شفت الموفي بس هو طلع الشخصيات الإيموجيز. أحد شاف الموفي؟ يعني حق أطفال. أنا شفت التريلر حقه بس كان مرة حلو. أنا هشوفه حق أطفال حق. دحين في ألعاب إيموجيز كل شيء. حتى صاروا في ناس يحاولون يمثلون الإيموجيز في الحقيقة يعني ديك الشخصية لابس وجه الإيموجي معين يحاولوا يمثله في الواقع. فالإيموجيز بشكل عام اللي أنا بالنسبة لي أنا أشوف أنها تسهل سياق الحديث. طبعاً. بين اغلب الناس طبعا عشان ما ندخل مهني اغلب الناس لانه نهايه الموضوع انا قاعد اضحك الحين هو قادر يشوف ابتسامتي فلو ارسل له صورتي ممكن الحين كل متابعين روتانا يشوفون ابتسامتك لا اوكي وقتهم شافوهم بس انا اتكلم الحين برسل للشباب عندي والله طلعت في برنامج سيدي شيء زي كذا برسلهم بوجه ابتسامه كبيره يعني هم مو قادرين يشوفوك في التليفون فانت ترسل لهم مثلا ورده ورود لكل احد شكرا لمختص السوشيال ميديا منصور العجمي شكرا لكم فاصل ونرجع لكم شكرا